انت اختاريتي انك تدخلي للعالم الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي واقتسمتي مع الناس اليوميات ديالك، اشياء شخصيه ديالك. ومن بين الاشياء الشخصيه اللي اقتسمتي مع الناس هو مشاكل اللي كانت عندك مع الزوج ديالك مهدي فلان، وكنتي خرجتي واحد الفيديو اللي اثار ضجه كبيره وكان فيه الكثير من القيل والقال وتبارطاجا بواحد الشكل كبير، تكلموا عليه جميع الجرائد. غادي نسولك علاش خرجتي بهذا التصريح، نشوفوا منه مقطع. كيضرني بزاف والله، كيأثر فيا بزاف. هذاك النهار ما كرهتش نحيدو من حياتي نقص هذاك النهار. تبغي ندوزو الفيديو ولا ما ندوزوش؟ بغيتي ندوزو. شنو بالك انت؟ واخا كنتمنى ان اخر وقيل اليوم بصح خصني نحلف ان هذا النهار هذا هو اخر نهار نهضر على هذا لا فيديو وعلى هذا السوجي الى الابد. واخا ما عرف شنو يوقع لي في حياتي، ما عمري غنعاود نجبد هذا الموضوع هذا مع اي واحد شكون ما كان يكون. نشوفوا. اوكي yeah. اسمحوا لي كاملين، اسمحوا لي للناس اللي كنت كنشاك فوا كنقول لكم اشاك فوا كنقول لكم انا نبان انا وراجلي، ما عمري نبان انا وياه وما عمركم تشوفوني انا وياه. علاش؟ حيت انا تعرف حتى شي واحد ما يقدر يقول هاد الهضره هادي حيت ما راضيش بيا ومن حقه ما يرضاش بيا وما راضيش يعيش بيا عائلته وما كيحملونيش. وديك لي كومونتير اللي كنتو كتكتبوهم بصح يمكن عندهم الحق، يمكن انا بصح انسانه خايبه ولا ما عرفتش، الله اعلم. ما يمكنش تحكم على الانسان. لا نقول لهم هذا سالت القصه هنايا، انا ما مرتبطه بحتى شي انسان. شفت الدموع في عينك؟ ندمتي على هذا التصريح؟ ندمتي على هذا التصريح؟ ماشي ندمت، ولكن اللي كيألمني هو انني اتهمت من بعد انني كنت كنمثل. انك؟ انني كنت كنمثل في هذا لا فيديو، كنت كنكذب. والله ما عرفت شنو نقول. ما عمري كذبت على الناس اللي كيتبعوني بشي حاجة ولا عطيتهم ولا حرضتهم على شي واحد ولا قصدت أنني نآدي شي واحد، ولكن هاد الفيديو هادي أدات مهدي، أدات عائلته بزاف، حيت الناس تقوا فيا وبقيت فيهم. كنقول اي واحد ممكن يكذب في هذا الشيء هذا، حيت حتى شي واحد ما ممكن يكون انا ممثله بارعه ونقدر نكذب في داك الشيء، ولكن اللي ما نقدرش نكذب فيه هو انني ما عمري قصدت نادي شي واحد عن قصد ولا عن غير قصد. او ربي راه شاهد عليا، وهذا لا فيديو من اكثر الحوايج اللي انا ندمان عليها في حياتي. كان تهور منك، نقدروا نقولوا كان تهور. ماشي كان تهور، كان ضغط كبير. ضغط نفسي. ضغط نفسي وضغط تم من الناس وضغط من بزاف ديال الحوايج اللي ما كانش عندي لو شوا، ما كانش عندي حتى شي اختيار من غير انني نخرج ونهضر ان ديك نقول ان ديك العلاقه سالات. ولكن راه سمحوا لي راه ما يمكنليش نقولها وانا كنضحك. ما كنش قلت سمحوا لي شتي اليوم راه سالات هذيك العلاقه، ما يمكنش. ولكن نرجس، واش ضروري اقحام الناس في مسائل شخصيه مثلا، في ان الناس كيتحولوا في واحد المرحله القضاة كيصدروا احكام خلال التعليقات وكيبداو يحكموا في ان ها انت الغلط لا هي الغلطه. وهنايا كنفتحوا المجال للناس انها تدخلنا في حياتنا وانها بعض المرات تكون كلامها فيه تجريح لينا الطرفين يعني. شو الناس الناس ما غنلومهمش، حيت الناس مغاربه الناس اللي هما حنان ومتعاطفين، لا شافوك كتبكي كيتيقوك. وانا كنقول لك راه ممكن نكون انا كنت كنكذب ياك، ولكن راه تيقوني ما عنديش
تيقوني حيت ما كذبتش ما كذبتش وخرجت في هذاك لا فيديو وتعاطفوا معايا الناس. والفيديو كان فيها إيذاء العائله الفنيه ديال فلان، يعني تأذوا بزاف من ديك الفيديو، لان الناس ولات كتصدر عليهم احكام يعني كيقولوا هذا السيد راه ما مزيانش ويمكن هذه ماشي الحقيقه. شوف انا كنقول لهم من هذا المنبر هو انني تم الضغط عليا بواحد الطريقه اللي هي كبيره بزاف بزاف لدرجه الخنق، درجه انني كنحس براسي كنت كنحس براسي غنموت. ما نقدرش نوصف لك رشيد باش كنت كنحس هذاك النهار. رشيد 48 ساعه ما نعستش بالالم، شي الم غريب، عرفتي ذاك الالم اللي كان كتحس براسك بحال تفرقعات فيك شي بوطه لداخل. كان هذاك هو المتنفس الوحيد، هو تكلمي مع الناس. وانا ما خرجتش رغبه مني انني نخرج، راه هذاك الشيء طلب مني انني نخرج نقوله، غير هي الطريقه هذه كانت طريقتي، حيت انا هي اللي محطوطه في لا سيتوياسيون، انا هي اللي تألمت بزاف، درت بزاف ديال التضحيات. كنطلب منهم السماحه، كنقول لهم سمحوا لي حيت خرجت، سمحوا لي حيت ما فكرتش بعقلي هذيك الساعه، ويرجع بيا الزمن اللور ما نخرجش نهضر على حياتي الشخصيه. ولكن غير بصراحه واش هذا الفيديو زاد جج لا يعني الخلاف ولا نقولوا شو هو؟ دائما كان خلاف الصراحه، دائما كانت كيكون شي سبب للخلاف. دونك هذا من بين الاسباب الكبيره اللي زادت كبرت المسافه وكبرت الخلاف. ولكن انا بقيت زعما متسامحه، ماشي زعما نوض شي روينه ولا صافي، عطيت لهم الحق انهم يتقلقوا عادي، كل واحد كيدافع على راسه، كيدافع على ولادو، كيدافع. انا دافعت على راسي حيت انا ما عنديش اللي يدافع عليا، خرج هذه وسيلتي، ما عنديش وسيله، ما عنديش سلاح في يدي باش ندافع. واحد الوقيته حسيت براسي فريمون حسيت بالحقره، وهذه كانت هي الطريقة باش قدرت. كان ممكن نخرج بشي طريقة أخرى، ولكن هذاك الإحساس اللي كان لداخل كان أقوى من أنني نرتب الطريقة والكلمات، ومشاعري فاضت على كلماتي.